الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقفنا اليوم متضامنين ومستنكرين وشاجبين ما قامت به حكومة آل سعود الظالمة الغاصبة التي انتهكت كل مواثيق العالم في قتلها بقتلها رمزا من رموز محمد وآل محمد، رمزا من رموز الإسلام، رمزا من رموز الحرية، الذي طالب بحرية الناس وطالب بحرية الشعوب. اليوم نقف أمام سفارة البحرين التي هي متعاونة وهي وليدة آل سعود، متعاونة مع النظام السعودي في بطشها وقمعها ضد أبناء شعب البحرين وضد كل من يطالب بالحرية، ونراها مؤيدة لإعدام البطل والرمز الكبير آية الله الشيخ الشهيد نمر النمر. نحن اليوم نقف في طهران أمام هذه السفارة الملعونة التي أيدت وقتلت واستحلت الدماء وهتكت الحرمات. نقف لنقول لآل خليفة كفاكم احتلالا لشعبنا في البحرين. نحن اليوم هنا نقف أمام هذه السفارة لنقول كفاكم يا آل خليفة وكفاكم يا آل سعود، هذه الشعوب لا تريدكم. نحن نقول كفى لأمريكا وكفى للإنجليز وكفى لإسرائيل أن تعيث في المنطقة فسادا. نحن اليوم بحول الله وقوته نقف ها هنا في طهران، وغدا إن شاء الله نقف على أرض الحجاز ونقف على أرض البحرين غير آبهين وغير مكترثين بهذه الأنظمة الفاسدة التي همها سفك الدماء وانتهاك الحرمات. نحن إن شاء الله نستمد قوتنا من القرآن الكريم، نستمد قوتنا من محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. نقف اليوم لنقول لعوائل الشهداء جميعا بأن شهداءكم ذهبوا مع محمد وآل محمد، وبقى لهذه الأنظمة العفنة بقى الخزي والعار لهم.